مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. يوم جديد من ايام الدوري المصري الممتاز الايجيبشن بريمير ليج في نسخته رقم 64 والاسبوع ال20، وتحديدا رابع ايام الجوله. فرقتين بيعيشوا فترات طيبه جدا، فترات من الاستقرار الفني. فاركو صاحب الارض النهارده بيستضيف المقاولين، فاركو اللي بيشهد فتره طيبه جدا، اتحسنت النتائج وتحسن الاداء مع تولي طارق العشري المسؤوليه. وفي اخر 4 لقاءات حقق الفريق 3 فوز وتعادل من 5 فوز اصلا حققهم من بدايه الموسم. وبالتالي طبعا فتره طيبه جدا جدا لاحد الفرق اللي عندها لعيبه كتير مميزه. الناحيه الثانيه المقاولين العرب مع المدير الفني المخضرم شوقي غريب عايشين فتره من التالق والاستقرار من بدايه الموسم، ادى بيهم للوصول للمركز السادس بل والطمع اكتر في دخول المربع الذهبي. النهارده الفرقتين بعد التعادل في اللقاء الاخير هنا وهنا عايزين اكيد يعودوا مره ثانيه لنغمه الانتصارات. فعلى الخطوط 2 مدربين مميزين جدا، طارق العشري وجها لوجه مع شوقي غريب، فكيف ستكون المواجهه؟